ظهرت بعض المنتجات في الأسواق والتي تباع كمواد استهلاكية، وينشط بيعها وشراؤها في فترة الشتاء عند التبضع، وهي تحتوي على مادة الزرنيخ والرصاص السامتين التي تعرض للمستهلك كألعاب أطفال أو ملبوسات. مادة الزرنيخ والرصاص تؤثران بشكل خطير على الجلد عن طريق ملامستها للبشرة لتصنيفها كمواد سامة، وهو ما يعد من أساليب الغش التجاري أو الجريمة الاقتصادية. الجهات المختصة كوزارة التجارة والجمارك ضبطت بضائع وصلت قيمتها إلى 3 مليارات ريال، كما أوضحت أن أعلى عقوبة لمن يتاجر في السلع المقلدة ويستوردها هي السجن لمدة 2 عامين أو غرامة 1 مليون ريال. خلال الأيام الماضية تم سحب المنتجات التي تحتوي على مواد خطيرة من الأسواق المحلية، وقد أوضحت جمعية حماية المستهلك أن الضبط القضائي ليس من اختصاصها، ولكن دورها هو التوعية من خلال برنامج المستهلك الذكي.